يتواجد حيوان الثار في سلسلة جبال الهيمالايا الوعرة في الصين. صوفه سميك وينتمي إلى فصيلة كبيرة، وهو من أقرباء الخراف والماعز، وهو رشيق الحركة حيث يستطيع القفز فوق الأودية الواسعة، ويستطيع القفز أيضا لمسافات طويلة ليهبط وبسهولة على النتوءات الصخرية الضيقة على أطراف الجبال. يعيش ذكر التار منعزلا في العادة باستثناء فترة التكاثر في فصل الربيع، وتدخل الذكور في قتال عنيف وتتعرض للقتل أحيانا حين سقوطها من أعالي الجبال.